صباح الخير. أكيد كل شخص منا يحب يتابع الأخبار إن كان من خلال شاشات التلفزيون أو السوشيال ميديا. أكو أخبار حلوة دا تنتشر، بس همين أكو أخبار دا تأثر ودا تلعب بمشاعر المتابعين. إحنا اليوم نريد نعرف شنو الغرض من انتشارها، وشنو المتابع يفضل الأخبار الاجتماعية، الثقافية أو الرياضية. خليكم ويانا. أعرف أنت وين تشوف أخبارك، إن كانت أخبار فن، مشاهير، أي خبر، وين شنو أول شيء تلجأ له؟ هو بصورة عامة الأخبار كلها صارعة على السوشيال ميديا، إنستغرام، سناب شات، المواقع المشهورة مثل أديلة أو مشاهير العراق، هو أي مواقع أكو موجودة، بس هي كلها على إنستغرام وسناب شات أكيد يعني. شنو أقوى خبر مر عليك بهذه الفترة وبصراحة أثر عليك أنت كشخص؟ هو العراق كل أخباره مؤثرة صراحة يعني، فما أقدر أحدد. نروح للأخبار المفرحة، الأخبار الفنية مثلاً، يعني أشياء تدخل الفرح لقلبك، رياضية حتى نستفاد. ممكن معلومات عن الجيم أو دواء جديد عن التخسيس وهي الشغلات، يعني شغلات تخص الصحة وهي الشغلات. أما شغلة خاصة يعني شفتها تفرحني بآخر فترة ما أتصور. طبعاً هسه ويانا الأستاذ هنا حب يشارك بتقرير اليوم، فخلونا ناخذ رأيه. مرحبا، شلونك؟ اهلا بنتي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عندنا سؤال اليوم يقول انت من الناس اللي يتاثرون بالاخبار اللي تسمعها بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك، بالتلفزيون؟ نعم والله انا متاثر بشخص واحد فقط بهذا العراق كله، واحد راح في دار حقه وبقى واحد، لا ان شاء الله يبقى هو علم ويبقى الساريه لحمل العلم العراقي بعون الله، بعون الله تعالى، ويا رب يطول في عمري اشوفه ان شاء الله. هذا الرجل هو استاذ سعد بزاز، انا ما اعرفه، لا والله ما اعرفه، ولكن من حبه للفقراء وحبه للمواطنين والله اتمنى ان التقي به واحب اشكره يعني على العمره. بالمناسبه انا ضابط قديم. الله يرضى عليك يا بنتي. احنا موضوعنا عن خبر، بس حلو ان نشوف انسان متاثر بشخص ثاني. أنا تأثرت بشيء واحد هو على البناء الدور ويعطيها للفقراء، اللي هذا البرنامج كان يطلع بشهر رمضان الكريم، وأستاذ سعد وأنتوا والله أبدعتوا فيه هذا البرنامج، لأن فرحتوا عوائل كثيرة، فرحتوا عوائل كثيرة في هذا، وجزاكم وجزاه ألف خير، وهذا سلامي أني خاص إله وإلى قبلة بوسة على رأسه على جبينه. حدث أو خبر إن كان فني، اجتماعي، ثقافي أو رياضي صار خلال هذه الفترة أثر عليك أنت كمتابع. نعم والله إحنا أهم شيء عندنا طبعاً، إحنا المتابعين الرياضة طبعاً أهم شيء عندنا المنتخب مالتنا، إن شاء الله إحنا نطلب من جمهورنا طبعاً إنه يغازر يعني منتخبنا بكل يعني بكل تفاصيله. يعني أول شيء إحنا منتخبنا محتاج إلى جهد ومعنوي وجمهور، ونتمنى من عندهم الفوز طبعاً، لأن هاي تصفيات كأس العالم مو شوية، ونتمنى من المدرب كاتينيتش يعني يقدم لنا فد شيء مهم للمنتخب العراقي وأمم آسيا. شنو تأثير الخبر من عرفت إنه إحنا وصلنا للنهائيات؟ طبعاً إحنا دائماً منتخبنا، إحنا طبعاً أنا من المتابعين منتخبنا الوطني ورياضي جداً، وبنفس الوقت طبعاً هو يعني شيء مهم إحنا نتابع المنتخب مالتنا. نريد نعرف أنت وين تتابعين أخبارك اليومية؟ إنستغرام، أكثر تواصل على إنستغرام وأتابع المشاهير. ومثلا اكثر شيء اخر خبر اللي التقيت بين مال حادث مال سيف نبيل، زين مفروض انه هم ما ينشرون هيك شيء، لانه هو كان مجرد انه كليب، ما مفروض انه هيك يسوون ضجه كبيره، وبعدين هو طلع قال لا مجرد كليب او شيء، يعني دا يزيدون انه مجرد على مود تتابع الناس تعرفه، فمجرد انه هم ما يسوون هيك شيء. حركه استفزت الناس، اكيد جميع الناس استفزتهم. تم نشر الصوره بدون ما يكون مكتوب جواها اي خبر. بالضبط، ونحن مشاهير نحبه ونحب انه دائما نتواصل انه وياه ونتابعه ونشوفه، هذا الخبر كلش ضوجنا يعني بالنسبه له. نريد نعرف انت وين تتابعين اخبارك اليوميه؟ اتابعهم على انستغرام اكثر يتهم، واتابع يعني مشاهير هوايه، واتابع على انستغرام كلهم اخبارهم اول باول.
نريد نعرف عن حدث اجتماعي رياضي او ثقافي شو تابعتيه او شفتيه على الانستغرام خلال هذه الفتره القصيره قبل كم يوم، وتاثيره عليك شنو كان؟ شفت انه كاظم الساهر حيجي للعراق وحيسوي يعني حفله، وكلتنا تحضرنا لهذا الشيء، بس تاليتها طلعت كذبه، فهذا الشيء مو حلو بحقنا يعني، وعيب يعني ينشرون اخبار كاذبه، مو حلوه هاي بحقنا كلش. بعد تبطل اكو مصداقيه، خصوصا انه هسه احنا بدنا نلجا مواقع التواصل الاجتماعي حتى نشوف الاخبار اول باول. طبعا اهم شيء المصداقيه، وخاصه هم يعني مشاهير، مفروض من يعني يقولون كلمه يعني يكونون قد كلامهم، مو تطلع كذبه.